حتى انا اكسايتد على الاخر من غير ما نخرج. دونك اون كومونس. الزفتة اللي تخدم بيهم انتي بكم محليهم على الاخر اللي حطتهم اسكيدوكم كلهم AI كلهم استعملت الAI انه احنا اليوم قاعدين نشعلوا في الامبايب يعني اوكي برايكم انتم شنو نجموا نربحوا منهم هالزوتي هدو مع شنو هدو مي مدام انتدار اولا ربح الوقت نربحوا الوقت وثانيا نوصلوا للحاجه اللي احنا نحبوا عليها يعني في سعفة نخدموا اكثر وننتجوا اكثر معناها هذا اللي نشوف اكزاكتو كليكي على جنريت يقعد شويه وقت اي فوالا دونك هذاش معناها كيفاش باش تخرج الريزلت ا باش نزيدكم حاجه تخرين استنيو بركه مزيده فرح نبداو فرح هاي نظفهم معناها في الكلاس مع تلامذة في سيونس تاع علوم خصوصا في اللقاء محليهم هذيك لابوراتوار سيونس فهمت داكا هكا بلوس بروف لابوراتوار وكا فيف اس في تي داكا يس بي داكور هي جزء من شخصيتي معناتها وجزء من شخصيتي أعتبر نفسي كائن قرائي نتمثل ياسر قول الله تعالى أول آية أنزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اقرأ تصور مثلاً عملنا إكسبرينس فيديو واحد مش تعملي بدي كومنتير مش توصف الاكسبيرينس هذيك تحط هذا حلو على الاخر ايماج ويعملوا بيهم دي فيديو ويركبوا عليهم انس عندي الفيديو وعندي الافكار وعندي العربيه جويفي مي ما لقيتش كيفاش هما توا مش ابو بيت بركة انا بحبيب شكرا على اهتمامكم وحسن متابعتكم باش يخرج لي لسن بلان ولا مثلا اصلا هو فين نجم تعطيه الدرس هو انت كان عندك الدرس نتاعك مكتوب في بي دي اف ولا في دوكيمون اقوى من هذا الكل انه ينجم يخرجه لك سو معناها سو فورم دا جوجل فورمز دقيقه 90 بالدقيقه 90 برافو سحر شاي ما كي لا امبورتي في الاخر برافو المره هذه وهكيك عبير هي برافو عبير دونك عبير هي اللي ان شاء الله تكونوا استفدتوا ان شاء الله يا ربي باش نبيت شعر يعطيك صحه وي اكيد عايشكم يعطيكم الصحه